برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، معايا طبعا نجم يعني نادي الأهلي أحمد صلاح. برحب بيك يا كابتن معانا عبر شاشة قناة الأهلي. فوز مهم جدا، كلمني عن بقى يعني المباراة والحماسة وأجواء المباراة. اولا طبعا رحب بيك طبعا وبشكرك طبعا. الحمد لله رب العالمين. النهارده طبعا كان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، سيمي فاينال كاس مصر، ده ماتش مهم جدا بالنسبه لنا. اول حاجه طبعا الفرقه كلها كانت عارفه اهميه الماتش، ان الموضوع ما يبقاش على اسم على اثنين، لازم كنا نكسب. وماتش سيمي فاينال بالنسبه لاي فرقه كبيره بيبقى اصعب من الفاينال، فالحمد لله رب العالمين كان اداء النهارده كويس، والحمد لله رب العالمين الماتش طلع زي ما احنا عايزين الحمد لله. يعني بكره كابتن ان شاء الله مباراه نهائيه، يعني شايف المباراه ازاي وتوعدوا الجمهور الاهلي بايه؟ اكيد طبعا مباراه نهائيه، الاهلي على طول دايما معودنا على اللي احنا نلعب دايما في الفاينل. اكيد طبعا ماتش مهم، بطوله جديده هتتكتب باسماء اللعيبه دي كلها، واتمنى باذن الله ان يكون الحظ معانا وربنا يكرمنا باذن الله ونحقق البطوله الرابعه التوالي، ونقدمها ان شاء الله ونهديها للجمهور والنادي الاهلي وكل حباء النادي الاهلي. بشكرك جدا يا كابتن، شكرا ليك.